اهلا بيكم وحلقة جديدة وتاني يوم العيد، ايام كلها اعياد ان شاء الله. النهاردة هنعمل حاجة خفيفة، هنعمل سمك بس بطريقة مختلفة، فيليه محشي بالمشروم وشوية حاجات كده معاه، وهنقدم جنبه رز بالكابري، يعني رز مميز كمان قوي. اول حاجة عندي شوية مكونات لحشوة السمك دي. عندي المشروم، وعندي جمبري مخلي ومتنظف كويس، وعندي خرشوف طبق مغذي، بصل اخضر، زبيب، يعني شوية حاجات كده. انا هجيب بولة عشان هحط فيها كل المكونات اللي انا هستعملها سوا. انا هحط كده شرايح المشروم، انا مقطع شرايح وسايبة شوية مشروم صحيح كده. ادي المشروم عندي، وعندي الخرشوف انا هقطعه كده اهو. طبعا اول يوم العيد بنبقى طالعين طبعا هلكانين، يعني اول يوم العيد بيبقى الهلاك كله، يعني في ناس بتنام عشان تعوض نوم رمضان. تاني يوم العيد بقى بنبدا نفوق، ممكن نقف في المطبخ شويه، ممكن نخرج، يعني تاني يوم بيبقى في امل فيه عن اول يوم. انا هقطع كده الخرشوف بالشكل ده، يعني هنعمل خلطة عشان نحشي بيها السمك. ممكن نزود كمان شوية خرشوف، ده خرشوف فروزن متقطع، سوري متنظف، ومخلي، ده اللي احنا بنعمله في مواسم الخضار، ان احنا نشيل الخضار ونفرزه عشان ينفعنا في اطباق مختلفة. نقطع كمان واحدة كده، بالنسبة لي كفاية لان انا الخلطة لسه فيها مكونات تانية. شيل الخرشوف احنا مش محتاجينه. عندي كمان في الخلطة دي هحط زبيب بالشكل ده، وعندي الجمبري زي ما قلتلكوا، بس الجمبري ده انا هقطعه اصغر شوية بالشكل ده، يعني ممكن نقطعه كده وممكن نقطعه على اتنين على حسب الحجم اهو كده. خلطة كده مغذية، زي ما قلنا قبل كده السمك بيبقى مظلوم، او الحاجات البحرية بتبقى مظلومة في رمضان. في ناس تقولك لا هو انا لسه هنعمل سمك ونقعد نفصص واحنا اصلا صايمين طول النهار ونستنى؟ لا، احنا نعمل حاجة، يعني الفراخ او اللحمة ما بتاخدش شوية يمكن مجهود، بناكل على طول. ادي كده الجمبري كمان، هشيل بقى السكينة دي، نغسل ايدينا. بالشكل ده كده، ونظبط المطبخ عشان مطبخنا يفضل على طول مطبخ ست البيت. حطينا الخرشوف والزبيب والمشروم والجمبري، هنحط بقى بصل اخضر كده، شوية بصل اخضر، وهنحط مرمرية رشة كده، وهنحط شوية بقدونس مفروم الشكل ده كده، وعندي كمان شوية بقسماط، يعني ربع كوباية بقسماط كفاية كده. كل الكلام ده انا هخلطه، بس هنتبله بملح وفلفل الشكل ده كده، لان انا عندي لسه شرايح السمك دي هبطن بيها قالب الفرن الشكل ده. واجيب بس معلقة عشان نقلب كل الخليط بتاعنا، وكده يبقى الخليط ده جاهز علشان خاطر نحشي بيه السمك. نقلبه بس حلو كده بالشكل ده. ادي الخليط بتاعي، هجيب بقى القالب بتاعي انا مبطناه بالورق الفويل عشان احنا هنغلفه بالفويل. هنجيب تاني الملح والفلفل، حاجات لا غنى عنها، وهجيب الزبدة السايحة هحط هنا وهحط كمان في السمك. انا عايزة كده، هاخد بس كده زبدة سايحة للخليط ده كده، حوالي معلقتين كبار، يعني اربعة صغيرين. هنا هرش برضو زبدة من تحت بالشكل ده، وهجيب شرايح السمك وهحطها. ده سمك فيليه اهو، ممكن نشيل القطعة دي كده
بالشكل ده كده. انا هحط دي هنا كده عشان تبقوا شايفينها معايا. وطبعا بعد ما حطينا الزبده نقلب الخليط تاني واحط بقى ايه شرايح السمك. انا عندي شرايح السمك الفيليه بالشكل ده، انا هبطن بيها القالب بتاعي من تحت. ممكن نعمل كده وناخد تاني شريحه عشان يبقى كله متبطن كويس قوي. اهو كده انا عندي اتبطن، هاتبله بالملح والفلفل وشويه عصير ليمون، حاجه بسيطه قبل ما احط الخلطه عليه. ادي كده اهو رشه كده بسيطه، وهحط بقى الخلطه بتاعتي بالشكل ده. خلطه غنيه جدا زي ما قلنا كده، عشان ده هندخله الفرن ويطلع لي رول. مش بقول لكم يعني العيد فرحه بقى، فلازم تبقى الاطباق كمان على قد العيد. الشكل ده كده كفايه، كفايه الخلطه كده. حط بقى تاني شرايح السمك نكمل بيها، نفردها كده بالشكل ده كده اهو، يعني طبق كده ايه مغذي زي ما قلت لكم. ممكن ناخد دي، احنا بس محتاجين عشان نقفل على الخلطه بتاعتي. ممكن نجيب سكينه كده اهو. انا طبعا مسخنه الفرن قبل ما اعمل القالب بتاعي، هحطه بقى كده اهو ادي كده. واخر حاجه هحطها اني انا هتبل بالملح وفلفل بس كده اهو، الشرايح اللي فوق، وهديهم رشه من البقدونس زي ما قلت 100 مره. عينينا يا جماعه اهم حاجه، وهقفل كل الكلام ده بالفويل كويس قوي بالشكل ده عشان ده هيخش الفرن. زي ما قلنا احنا عاملين الفرن قبل كده، ده القالب بتاعي ده هدخله الفرن عشان اظبط مطبخي. اغسل ايدي بس، اشيل بقى الحاجات دي. كده اهو، وننظف المطبخ عشان مطبخنا طبعا على طول يبقى جميل بالشكل ده. وممكن بقى نعمل حاجة لطيفة ان احنا نشيل الاشياء اللي ملهاش اي لازمة. احنا خلصنا كل الكلام ده، احنا محتاجين البقسماط، محتاجين الحاجات دي. دلوقتي هنعمل مع بعض صوص. الصوص ده هو اللي هنعمل بيه يعني القالب ده بعد ما هيخش الفرن ويطلع 20 دقيقة او 25 دقيقة تقريبا، هنعمل له صوص هنحطه فوقيه ونرجع ندخله الفرن تاني بس تحت الشواية، يعني حاجة بسيطة. هعمل ايه دلوقتي؟ انا محتاجة بياض البيضة فقط وليس الصفار. هجيب بس شوكة واجيب قالب او جيب الشكل ده، نكسر البيضة عشان نفصل البياض عن الصفار. احنا محتاجين البياض بتاعنا اهو، نعمل كده كده اهو. حاجة سهلة كده اهو، ادي البياض بتاعي. صفار ممكن نعمل بيه قرص كده ابيض، سوري اصفر مش ابيض، صفار البيضة اهو كده. هحط لها حوالي تمن معلقة ملح او يعني نتفة ملح، واضرب كل الكلام ده عشان اعمل فوم. انتوا عارفين لما ساعات بنعمل مارين كده بنبقى عايزين فوم من بياض البيض، اهو كده رشة ملح بسيطة اهو، ده اللي انا هعمله هنا. دي
انا عايزاه اضرب اضرب اضرب، افضل اضرب كويس قوي لغايه ما احصل على الفوم اللي انا بقول لكم عليه. البتاعه دي صغيره على الطبق، سوري كبيره على الطبق، فاحنا ممكن نخلط بشوكه، نفضل نخلط لان الخليط ده هنستعمله وهنضيف عليه لسه مكونات، هنضيف عليه كريمه وهنضيف عليه زبده وبقسماط تاني وجبنه رومي بالشكل ده. نفضل نخلط لغايه ما قلت لكم هنعمل نحصل على الفوم بالشكل ده، بالشكل ده كده. انا هقعد اضربه كويس قوي عشان نحصل على الفوم زي ما قلت لكم قبل ما احط بقيه المكونات بتاعتي، بس هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض طبق السمك ونعمل الرز بالكابري في تاني يوم العيد. استنوني بعد الفاصل.